كانت فيه تطرابس تتهيأ للقاء جامع لإعلان ثوابتها الدائمة للعيش المشترك في الوقت الذي كان يجب أن نتوجه فيه لكافة اللبنانيين وللمسلمين بشكل خاص بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة. نفاجأ في هذه المدينة بإشكال أمني زعزعة أو ضرب استقرارها أو أمنها. نؤكد للجميع أن طرابلس مدينة للعيش المشترك، طرابلس مدينة لبنانية، إنها العاصمة الثانية لهذا الوطن الحبيب. طرابلس ليست صندوق بريد لأحد، ليست ساحة صدى لما يحصل في سوريا وفي العراق. طرابلس نعم يجب أن نحفظ أمنها واستقرارها بواسطة المؤسسات الشرعية والمؤسسات الشرعية فقط لا غير. ثوابتنا ستبقى دائما هي الحفاظ على العيش المشترك، الحفاظ على التعايش الإسلامي المسيحي، الحفاظ على التنوع ضمن الإسلام السني الشيعي الدرزي العلوي. هكذا كنا، هكذا تربينا، وهكذا سنبقى. لا مجال لأحد أن يزعزع عيشنا المشترك مهما كلف الأمر. نعم لقد فككنا بوصل الحكماء والمشايخ والعقلاء لغم التباني منذ أسابيع عديدة جدا، وهنا أوجه تحية كبيرة لكافة فعاليات التباني كونها لم تنجر إلى مشروع الفتنة هذه. أتوجه إلى فعاليات المناطق الداخلية في طرابلس، هذه البقعة التاريخية التي تفخر فيها طرابلس. أتوجه إلى هؤلاء الفعاليات لأقول نعم يجب أن نقوم بدورنا، يجب أن نقوم بواجبنا في منع أيا كان من زعزعة أمن واستقرار مدينة طرابلس. نحن إلى جانب الجيش اللبناني، نحن إلى جانب القوى الأمنية الرسمية، نحن إلى جانب مؤسسات الدولة الشرعية والدولة الشرعية فقط لا غير. أي تحرك مسلح خارج إطار السلاح الشرعي هو مدان من قبلنا، لا نغطيه ولا نؤمن له أي بيئة حاضنة نهائيا. نحن بيئة حاضنة للدولة اللبنانية، للجيش اللبناني، للقوى الأمنية الشرعية فقط لا غير. نحن على تشاور دائم مع الشيخ سعد الحريري، نحن على تشاور دائم مع رئيس فؤاد السنيورة، نحن على تشاور دائم مع دولة الرئيس تمام سلام لنحفظ أمن المدينة وننتقل بها من الزعزعة الأمنية إلى الاستقرار الأمني. قد ندعو كافة فعاليات المجتمع المدني في هذه المدينة لنتشاور وإياهم لنرى ما هو الموقف الذي يحفظ أمن المدينة والذي يقول أن المدينة ستبقى العاصمة الثانية للبنان، ستبقى مدينة واحدة للاستقرار وللعيش المشترك وللأمان والسلام. لست خائفا على المدينة، نعم نحن مسؤولون عن وضعها السياسي، نحن مسؤولون عن وضعها الأمني كذلك الأمر. سنستطيع أن نفكك هذا اللغم كما فككنا الألغام السابقة. أتوجه إلى أهلنا في الأحياء الداخلية نقول نحن معهم، نحن إلى جانبهم. سنتصل بوزير الصحة لمعالجة كافة الإصابات من هذه الحوادث، سنتصل بكافة مؤسسات المعنية بحفظ أمن المدينة واستقرارها وأمنها لتقوم بواجبها، سنحافظ على أمن أطفالنا في الأحياء الداخلية، سنحافظ على متاجر أهلنا في الأحياء الداخلية، سنحافظ على أمن واستقرار كافة العائلات الطرابلسية وفي عيشهم المشترك. معالي الوزير، عم نشوف يعني كيف هالانفلاش المسلح اللي صار بشكل سريع، هل تعتقد انه كان في خطه مسبقه من قبل المسلحين يعني بمدينه طرابلس؟ ما بدي افوت على التفاصيل، اقول للجميع لن ننجر الى حاله فلتان امني. نحن دائما كنا ضد الدويله ورهاننا على الدولة فقط غير، سنبقى مع الدولة فقط غير. أي سلاح غير شرعي لن يلقى غطاء منا، أي سلاح خارج إطار المؤسسات الشرعية الرسمية لن يلقى غطاء منا نهائيا. طمن الكل انه كل فعاليات اجتماعنا نحن وياهم سواء هون او عند صاحب السماحه مفتي طرابلس والشمال الشيخ ملك شعار اللي بنوجه له تحيه كبرى، كلها مجنده لتفكيك هذا اللغم وسننجح بتفكيكه مهما كلف الامر. مع الوزير، الناس ينتظرون خطوات عمليه من نعم. السياسيه نعم لدرء هذه الفتنه. نعم أقول للجميع منذ اللحظة الأولى لبداية الاشتباك نعم تحركنا جميعا وبالتشاور مع بعضنا البعض لنقوم بما نستطيع أن نقوم به على مستوى تفكيك هذا اللغم. نعم نحن نتصل كما اتصلنا بالتباني سابقا وفككنا لغم التباني، نتصل بكافة فعاليات مناطق طرابلس الداخلية، هذه المناطق التاريخية التي نفخر فيها، نتصل بالجميع ليقوم بدوره لمنع وجود احتضان لأي حركة غير شرعية وغير نظامية. مع الوزير، هل تؤيدون تحويل يعني جزء من طرابلس لمنطقة عسكرية؟
على خلفية اللي عم بصير. ماني شايف في مصلحة أبدا أو في داعي لتحويلها لمنطقة عسكرية. الجيش عم يقوم بواجباته، الجيش هو بيعرف إذا بدك تقنيات العمل العسكري. صحيح أنا خلفية عسكرية بعرف تماما إنما نحن نترك لكافة مؤسسات المعنية تقوم بواجباتها، بتعرف واجباتها، ونحن نعم نواكب عملها بتواصل مع كافة الفعاليات، بتواصل مع كافة شرائح المجتمع اللبناني. منا متفرجين، لا، نحن مسؤولين ونحن عند قد وعلى مستوى المسؤولية إن شاء الله. شكرا جزيلا.